أنا كان عادتي كل يوم جمعة بأدي صلاة الجمعة في مسجد النور، وما أن جاء وقت صلاة العصر وأداء صلاة العصر وجدت أن طلقات نارية اشتدت، وكذلك قنابل الدموع الخانقة بدأوا يوجهونها بالطائرات الهليكوبتر وغيرها. مظهر كأننا في ساحة حرب، طلقات النارية كانت كثيرة أدعجت كل سكان المنطقة. توجيهاتي كانت في المقابل رصاص الصوت، قال لي اللواء حمدي بدين البيان بتاعك كان ممتاز، أهلا وسهلا، بس عاوزين نفتش مسجد النور. ليه؟ قال في عندنا احتمال يكون فيه أسلحة. ولأول مرة بعد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون عندما دخل بالخيل بتاعته مسجد الأزهر، النهارده عار إن الجيش بتاعنا المسلم الباسل يدخل بالأحذية ويقتحم بيت الله. عشان كده قال اللواء بيساومني، الناس اللي قاعدين الدول دول كانوا بيصلوا العصر وعايزين يخرجوا، قال لي انا امنهم لك. قلت له طيب امنهم ولا اطلع قدامهم. ولكن الراجل بعد ما حلف اليمين بالله وبشرف العسكري هيأمن هؤلاء، بمجرد ما خرجنا من المسجد اول حاجه لقطوا الاربعه اللي حولي وعلى العربيات العسكرية وعلى المكان التحقيق والدور. الله يا سيادة اللواء دول مرافقين معايا. قال انتظر هيقولك. وجدت نفسي الجماعة اللي كانوا موجودين في المسجد اللي وعدني انه اكون واحد ينصرف الى منزله، الناس المصلين في بيت الله، يقوم ياخذهم ويدوهم على التحقيقات التي شافوا فيها الوان التعذيب. جم بيقولوا لي احنا هنجيب لك عربيه عشان تروح بيها في اي مكان انت عاوزه. قلت لا انا عاوز اخواني اللي كانوا معايا. ابواب المآذن كنت مغلقها حتى لا يتسلل فيها احد، بل هم قتلوا ابواب ذرات الميه ودخلوا منها. ظلنا منهم يمكن حد معاه حرف حاجه في ضغط المايه. هيعتصموا ليه بس؟ هيعملوا اعتصامهم في المزرعه عشان ايه؟ ايه الدافع له؟ ده ترويجي ساعات؟ دول 40 وقاعدين قدامي وقال لي وقاعد معانا. هذا الكلام كلام كاذب لا صحه له. وبالتالي كما قلت الناس اللي كانوا موجودين في المسجد لو كان الجيش أمن لهم طريقهم لكان كل واحد ذهب إلى بيته. دول محدش منهم تفوه بأي كلمة أكثر، عاوزين نروح. وبالتالي هم الناس بتوع الجيش احنا هنأمن لهم الطريق لغاية ما يخرجوا. إنما كل الادعاءات الباطلة والتي استمعت إليها كلها للتضليل ولتشويه صورة المسجد، وبالتالي يقول لهم جميعا بيوت الله مفتوحة للجميع، ويتحدى أي إنسان في الأرض يثبت لنا إن أي مسجد في أي حاجة من الأسلحة.